السلام عليكم البنات، كديرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معاكم قناة مفتاح الخيرات. مرة اخرى جبت لكم الدواء ديال تكيس ديال المبايض، الدواء ديال التكيس ديال المبايض، وفي نفس الوقت كيعالج البرد وكيعالج مالين الضيقه واللي عندهم الحساسيه، وكينظف الجسم كله من الميكروبات ومن التسمم. نبداو على بركه الله. حبيباتي، كاينين عندنا في المقادير اربعه ديال المقادير، اربعه ديال العناصر. عندنا ناخذ ربع ديال البصله، ها هويا انا قطعته وجدته، ها هو عاوتاني قطعته هنايا، ربع ديال البصله. عندنا ناخذ ربع ديال الحامضه، ماشي نص، هذه ربع ديال الحامضه، ناخذ ربع ديال الحامضه بقشورها، نقيوها من الزريعه ونقطعوها حتى هي نوجدوها. ناخذ رويس ديال الثومه، وهذا رويس ديال الثومه حتى هو ينقطعوه، ها هو مقطع، فوالا ها هو مقطع رويس ديال الثومه. وناخذ اخر عنصر اللي هو ناخذ سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس، سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس بحال هكا، ونقطعوهم بهذه الطريقه. نبداو على بركه الله. ناخذ المولينكس، ها هي غادي نديرو فيها ربع ديال البصله، وعنديرو فيها ربع ديال الحامضه اللي مقطع بقشورو، وهادشي كله راه مغسول بقشورو، ونحيد منه العظومه ونقطع ربع ديال الحامضه. وناخذ هنايا هادو سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس، سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس اللي هو هاد العرش، هما قطعتهم ووجدتهم حتى هويا. غادي نضيفو على داك ربيع ديال البصله وربيع ديال الحامضه، من بعد ما غسلناهم وكلشي غنضيف عليها هاد السبيعات ديال سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس. وغادي اخر مكون اللي هو الثومه، غادي نضيفو ليه رويس ديال الثومه كيما بغا يكون، كبير صغير، المهم ما يكونش صغير بزاف، يكون كبير صغير مويان، المهم الصغر بزاف لا، يكون في هذا الحجم ولا متوسط الحجم يعني، ولا يكون صغير صغير يعني معقول يعني، ما يكون صغير بزاف. ها هو يا هيا. وغادي ناخدو هاد الكاس، كاس ديال العنبه، غادي نعمروه بالماء طايب، وغادي نخويو في المولينكس. وغادي نضربو هاد الشي كامل في المولينكس، وهو الما طايب معاهم، ماشي تتخليو تاي برد عاد تخلطوه، لا ماشي تخليو برد عاد باش طحنوه يعني، تخلطوه طحنوه يعني، لا غادي ديرو الما طايب مع نص ربع ديال الحامضة، ربع ديال البصلة، ثومة وحدة، سبعة العروشة ديال المعدنوس، هادو كلهم يتقطعوا بالطريقة اللي وريتكم، وديرو هنا في المولينكس، وتزاد عليهم كاس ديال العنبة ديال الما طايب كيما درت في الأول. وهاد الشي كله غادي نطحنوه، هاهو كيبان ليكم البنات، غادي نطحنوه في المولينكس تيولي عصير، غادي يولي عصير، غادي يولي فحال هكا البنات، ها هو موجود،
وجدته مطحون واجد، هو يولي بهذه الطريقه. انتوما البنات غادي نخوي في هذا الكاس، غادي تشوفوا فوالا، غادي نطحنو، غادي يولي بحال هكا. غادي نشدوه، غادي نغطيو، ملي غنغطيو غنخليوه حتى يولي دافي. ملي غادي يولي دافي غادي نشربوه في الصباح على الريق، نشربوه في الصباح على الريق، نبقاو ساعة ديال المكانة الا قدرتو، ما قدرتوش نص ساعة افطروا. هاد الوصفة الدوميها لمدة سيمانة، كيتنحى بها الكيس ديال المبايض، كتنقي الجسم من السموم، تتصلح الربو اللي عنده الحساسيه واللي عنده ديك الصفيره في صدره اللي كتبقى دير بحال هكا، يعني تنقيه الجسم كامل، وهي خصيصه اللي عندهم تكيس في المبايض. ولكن راه كتنقي الجسم، راه معروف المعدنوس، معروف الحامض، معروف الثومه، معروفه البصله، عارفين الافعال ديالها اش كدير. حنا درناه باناشي اليوم، كلشي هاد الشيء اللي قلت لكم، كما قلت لكم راه خديت ربيع ديال الحامضه غسلتها ونقيتها وقشرت بقشورها وحيدت ليها العظومه وقطعتها طريفات، شديت سبعه ديال العروشه ديال المعدنوس غسلتهم قطعتهم طريفات، شديت الثومه تكون مقبوله في الحجم ديالها، ما تكونش صغيره حتى هي، شديتها قطعتها طريفات وحطيتها حتى هي مع المعدنوس والحامض. خدينا اربع ديال البصله حتى هويا، نقيناها غسلناها قطعناها وحطيناها مع هاد المكونات ثلاثه، مع البصله هي المكون الرابع. اذا الوصفه ديالنا كتكون من راس ديال الثومه، اربع ديال الحامضه، اربع ديال البصله، سبعه العروشه ديال المعدنوس، هادو كلهم يتغسلوا ويتقطعوا مزيان ويداروا في المولينيكس، ويتزاد عليهم كاس ديال العنبه ديال الماء طايب، الماء طايب يكون، ويدار في المولينيكس. وملي يدار في المولينيكس البنات حبيباتي غادي طحنوه، وملي طحنوه غادي يخرج لكم بهذا الشكل اللي وريتكم، بهذا الشكل اللي وريتكم غادي يخرج لكم هذا الباناشي ديال اربعه المكونات. وكما قلنا الحمد لله كيصلح كينقي الذات، كيصلح التكيس ديال المبايض، كيصلح الربو اللي عندهم الحساسيه واللي عندهم ديك الصفيره في صدرهم، كيصلح الاكثر الرجاله اللي المدخنين اللي كيدخنوا واللي يكون عندهم هذاك التسمم ديال الدخان حتى هي، يعني ما نقولش لكم روعه 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 لدرجه ما تصوروش. المهم هاد الوصفه حبيباتي غادي ديروها لمده سيمانه كما قلنا، لمده اسبوع، وملي غادي ديروها مده اسبوع غادي تحبسوا، غتولي ديروها مره في الاسبوع، نديروها مره في السيمانه النوبه الاولى، ومن بعد غادي نحبسوا ونوليو نديروها مره في الاسبوع، وغادي تشوفوا النتيجه مبهره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونتمنى لكم الشفاء، والحمد لله الله يعم ربي يشافي جميع المسلمين. وما تنساوش البنات ديزابوني، ما تنساوش تشاركوا في قناتي، ما تنساوش تركوا على جرس الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، واللي بغى يسول على شي حاجه يخلي لي ان كومونتير، عندي استعداد نجاوب اي واحد. مرحبا والف مرحبا، وبسلام عليكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي، باي باي.